بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن رالي حائل دائما مستعد لهذه مثل هذه البطولات، وطبعا تعرف رالي حائل سبق أنه دخل العالمية ما هي غريبة على رالي حائل. رالي حائل رالي خبرة لها الحمد، وطبعا في جميع مناطق المملكة الآن بدأت هذه الرياضة، رياضة المحركات، تعمل بشكل كبير بإشراف من قيادة الرشيدة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد. والحمد لله اليوم يعني رياضة السيارات هي رياضة الشباب، وفي إقبال كبير. الحمد لله من عام 2006 عندما انطلق أول رالي من المملكة العربية السعودية من حائل، كان الرالي كان فيه هواجس وهذا عدم النجاح وعدم يعني انه لانه كان غريب على المملكه، لكن مع الوقت الان لنا 16 سنه والرالي لم ينقطع الحقيقه. فالحمد لله يعني اتوقع انه احنا عندنا استطاعه اننا نحتضن اكبر راليات، وابرز شاهد على الموضوع هو رالي داكار الان. والله انت عارف ان الكروس كنتري كمسافه اطول مسافه من الباها، وما في اختلافات يعني تذكر ما عدا المسافه وحجم الرالي، قد يكون الكروس كنتري اضخم من الباها. وطبعا حائل طبيعه حائل وميزاتها النسبيه مستعدة لاستضافة أي حدث سواء كروس كنتري، باها، وأيضا رياضة المحركات الأخرى. الدراجات النارية كانت معنا من تقريبا 5 سنوات سابقة، أدخلنا الدراجات النارية. فالحقيقة يعني الرالي يعتبر راليين، رالي دراجات نارية ورالي سيارات بجميع الفئات. وأبرز التحديات هو إعلان الرالي، إعلان استضافة المملكة لجولتين من الجولات البطولة العالمية الباها، والكاس يتوج في حائل بطل العالم. فالجولتين تعتبر راليين منفصلات، يعني اليوم أمس انتهى الرالي الأول، ومعروف البطل اللي هو نصر العطية فاز بالرالي السابق. بعد يومين عندنا الثلاثة والأربعة ينطلق الرالي الثاني اللي هو يعتبر جولة من جولات بطولة الباها، وهذا راح يشهد يوم الأربعاء التتويج في حفل كبير حقيقة حنا مستعدين له. فيعني الحقيقة أبرز هذا بالنسبة الوقت. أنا أتوقع يعني وهذه يعني شهادة طبعا من إنسان معاصر للموضوع هذا، لو كان غير حائل نظمت بهالسرعة أنا أتوقع، أنا ما أقول إنه يعني مناطق المملكة كلها ممكن تنظم، ولكن بالسهولة وهذا، لأن الفاسيليتي ستيشن عندنا قوي، البنية التحتية للرالي قوية، والجاهزية جاهزية المنطقة للرالي أيضا جاهزية قوية، خاصة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد وسمو نائبه. الحقيقة يعني معنا على طول الخط يعتبرون هم الوقود للعاملين بالرالي لتحفيز النجاح. هو عند رسم المسار احنا نحاول دائما ان ننوع في عملية التضاريس، لان التضاريس هي اللي ترسم التحدي بين الأبطال. فكل ما تنوعت التضاريس من يعني في يعني ما نقول إنه في صعوبتها، بس نوع التضاريس كل ما كان هناك تحدي. والنقطة الثانية في عملية تدريب على عملية السهل، على عملية يعني النفوذ السهل، الصخور، كل الأشياء هذه تكون يعني موجودة في المرحلة. فمرحلة يوم أول يوم من انطلاق الرالي الثاني اللي هو الجولة الخامسة هي أطول مرحلة تعتبر، وقد لا تكون طول المرحلة ما هو اللي يرسم التحدي، اللي يرسمه نوعية العرض. فحائل فيها الحقيقة طبيعة حائل فيها قيمة نسبية، يعني على أساس أنك
تستطيع أنك تنوع في الجولات. الحقيقة أنت إذا رجعت العدد المتسابقين يعني تجد 31 فريق سعودي طبعا صنعتهم الراليات المتعاقبة يعني من 16 سنة هم دخلوا بالرالي, وخاصة في ناس من أبناء منطقة حائل عندهم قدرة كبيرة على القيادة وعلى لكن أنت عارف رياضة السيارات يعني مسألة الإمكانات يعني الإمكانات لازم أنه يكون الواحد عنده يعني رياضي مكلفة والتجهيزات مكلفة يعني ما هي زي بعض أنواع أخرى من الرياضات. فالحقيقة يعني السعودية الآن بدأت تصنع أبطال يعني إنه إحنا نشوفهم الآن بدأوا ينافسون للعالمية ويحققون مراكز. فالحمد لله يعني الأمور ماشية ويحظون بدعم السائقين بالأعوام الماضية أنا هذا كانوا يحظون بدعم من الاتحاد السعودي وعلى أساس عملية تحفيز. بس النقطة اللي باقي عملية معرفة التسويق يعني لو يكون هناك معرفة بالتسويق لجلب رعاة للسائقين أنا أتوقع أن الأمور تمشي يعني القطاع الخاص له دور كبير يجب أنه يتدخل الحقيقة مع السائقين. هذا طبعا حنا كجهة منظمة محظور علينا أننا نتدخل في عملية التسويق الخاصة للسائقين وكذا نحن جهة محايدة يعني محايدة لأن أنت المنظم فالقوانين تمنعك أنك تتدخل على حساب المتسابقين الآخرين. طبعا رالي داكار الحمد لله يعني أغلب السائقين برالي داكار وأنا قابلت المسؤولين برالي داكار وتكلمنا عن الموضوع فقالوا أنه لما ندخل الأراضي حايل يحسون بالجواء المنافسة. فالسنة هذه زادوا يوم واحد للمبيت في حايل يعني الراحل راح تكون أطول راحل راح تكون بحايل لها خصوصية طبعا لها خصوصية معينة. وبعدين الناس هنا يعني عندنا فيه جمهور وفي تقبل للرالي فيعني نعم يعني هم اللي يعني تقريبا صنعوا أول رالي لذلك يكون عندهم حب للراليات وعشق للراليات. السادة بيزا أول شيء أشكرك على الحضور شرفتنا وبإذن الله من توفيق لتوفيق. والله أنا اللي أشكركم الحقيقة وأنتم داعم رئيسي. الإعلام لا شك أنه هو اللي يعرف في الرالي ويعرف العالم بالمملكة العربية السعودية وقدرته على تحقيق إنجازات وأنها تستحق أن يسجل مثل هذه الراليات العالمية باسمها وهي قادرة الحقيقة على صناعة أحداث. شكرا لكم.